recognize Dr. Weinberg. Your statement. الدكتور والباحث الأمريكي ديفيد واينبرغ الذي يدلي هنا بشهادته أمام لجنة تحقيق أمريكية بعد أن أصدر أدق تقرير في ديسمبر من عام 2014 يدين فيه الحكومة القطرية لتغاضيها عن القبض على مواطنين قطريين تمت إدانتهم دولياً وإدراجهم على قوائم المطلوبين من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول عديدة لتمويلهم جماعات إرهابية مثل جبهة النصرة المنبثقة من رحم القاعدة والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش. وقد ذكر التقرير على لسان أكبر مسؤول أمريكي متخصص في تتبع التمويلات للجماعات الإرهابية أن عبد الرحمن بن عمير النعيمي كان يمول تنظيم القاعدة لأكثر من 10 سنوات بمبلغ مليوني دولار شهرياً وأنه مقرب من الأمير تميم. فضح النظام القطري مرة أخرى عندما نشرت صحيفة التلغراف البريطانية خبر القبض على عبد العزيز بن خليفة العطية ابن عم وزير خارجية قطر السابق في لبنان سنة 2014 بعد تورطه في تمويل جبهة النصرة في سوريا وتم ترحيله فورا إلى الدوحة بضغط من الحكومة القطرية وبعدها حكم عليه غيابيا. وفي لبنان حبس شريكه الإرهابي عمر القطري واسمه الحركي ثعلب القاعدة. وقد علمنا من السلطات اللبنانية بأن أخاه حمد بن خليفة العطية قد تدخل للإفراج عنه. والجدير بالذكر أن حمد بن خليفة العطية هو المستشار السياسي في الديوان القطري الأميري منذ استقلالها عام 1971. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية نشرة مستحدثة سنة 2015 أدرجت فيها القطريين سعد بن محمد الكعبي الملقب بأبو عمر الأفغاني عبد اللطيف عبد الله محمد الكواري في قائمة الإرهابيين لتمويلهم جبهة النصرة في سوريا. وقد فضح أمرهم في وسائل الإعلام عندما اتضح أن حملتهم الخيرية المعروفة باسم مدد أهل الشام المعتمدة على تبرعات الشعب القطري المغرر به كانت تصل إلى مقاتلي جبهة النصرة وليس للمدنيين السوريين.